فضل الدعاء. الدعاء استدعاء العبد من ربه العناية واستمداده إياه المعونة، وحقيقته إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله عز وجل وإضافة الجود والكرم إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالعبد إذا أخلص في الدعاء واستغرق في معرفة الله امتنع أن يبقى بينه وبين الحق واسطة، وذلك هو القرب. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وروى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله تعالى من فضله، فإنه تعالى يحب أن يسأله، وأفضل العبادة انتظار الفرج.